بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في ثاني أيام هذا السباق المحلي الثاني الذي يقام هنا على أرضية ميدان الشحانية، وهذه الأعداد الكبيرة والتي توافدت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حاضرة في هذا الموسم الموفق بإذن الله تعالى، متمنين التوفيق للجميع. أيها الإخوة الأفاضل، الشكر موصول لرئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وأيضا لنائبه سعادة عبد الله بن محمد الكواري ومدير عام اللجنة مبارك البادي. أيها الإخوة الأفاضل، نبدأ ونفتتح إذاعتنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، البداية مع المركز الأول. هذه نهب من تحتل الصدارة، تعود ملكيتها لعجب بن سالم بن فاهد الملامقة الهاجري مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت هنا شودة سالم بن حمد بن عبد الله بالأدهم من تتواجد على المركز الأول في هذه اللحظات. ننتقل للمركز الثالث، من تحتل المركز الثالث هذه ثمينة خالد بن طالب بن مسلم بن عقيل. المركز الرابع الوصول من الظبي ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي. والمركز الخامس تصل وتتقدم هنا لهيب، لهيب تعود ملكيتها لراشد بن حزام الزعبي من تتواجد بشعار الزعبي على المركز الخامس. هذه نتيجة المشاهدين الكرام. نعود وإياكم إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط. هذه ثمينة، 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 ثمينة في المكان الثمين، في المكان الذي يرغب فيه الجميع. يلا يا راعي ثمينة، ولكن شوفوا الدخول، شوفوا كفاح، وصلت كفاح، كفاح، كفاح هنا تغير مجريات هذا الشوط بشعار بن شابل، بن شابل، بن شابل، بن شابل ذهب مع كفاح، كافحت لأجل الناموس، كافحت لأجل انتزاع هذه النقطة المميزة في أرضية ميدان الشحانية. كفاح، كفاح بن شابل، كفاح مع المركز الأول. علي بن ناصر بن محمد بن شابل مع كفاح مع المركز الأول ومع الصدارة، وبنسلم وبنقول سلامنا وتحياتنا لك يا بن شابل يا راعي كفاح. أسعد الله صباحك بهذا الناموس المستحق وبهذا الأداء الكبير. هذه كفاح، سلام بن شابل، سلام، سلامنا وتحياتنا لك يا بن شابل، وأيضا لجميع أبناء الشابل بهذا الناموس. المركز الثاني وصلت فيه لهيب لراشد بن حزام بن راشد الزعبي. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث سيوف لسعيد بن بطي الزعبي. المركز الرابع تصل على المركز الرابع متعبة لعلي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه زاهية لمحمد بن سالم بن محمد بن بخيت. تهانينا والناموس للجميع. ملخص هذا الشوط مشاهدينا الأفاضل تشاهدون على شاشة قناة الريان الفضائية، هذا الدعم الكبير الذي تحظى به بادية دولة قطر من سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه. نعم أيها الإخوة، دعم منقطع النظير لأبناء شعبه وأبناء الخليج، ومتاحة للفرصة للجميع للمشاركة في أرضية ميدان الشحانية، وترحيبنا على لسان سموه الكريم بالجميع. هذه لحظة وصول كفاح إلى خط النهاية قاطعة المسافة في دقيقتين 57 ثانية، 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك كفاح علي بن ناصر بن محمد بن شابل وإخوانه ووالده الكريم. لحظة وصول المركز الثاني دقيقتين 59 ثانية، 15 جزءا من الثانية. هذا هو شعار مثل من فازت معنا بأول أشواط هذا الصباح بشعار الزعبي. تهانينا لمالك لهيب راشد بن حزام الزعبي على فوزه وتحقيقه بالمركز الثاني. ومن المركز الثالث يصل شعار سعيد بن بطي الزعبي، يقطع المسافة في دقيقتين 59 ثانية، 59 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سيوف سعيد بن بطي الزعبي ولإخوانه.